لسه مستمرين في البيت الكبير مع حضراتكم، ووصلنا لفقرة النجم. والحقيقة النهاردة في البيت الكبير نجم وبرنس، هو لاعب نادي المقاولين العرب، وأيضا واحد من نجوم المنتخب، منتخب مصر السابق، مدير فني قدير، نجم من نجوم الثمانينات أو جيل الثمانينات الرائع الحقيقة للمقاولين العرب. وفاز مع ذئاب الجبل بالدوري الممتاز وكأس الكؤوس الأفريقية. أما عن مشواره التدريبي فحدث ولا حرج. هو أحد أبناء مدرسة الجنرال محمود الجوهري. كابتن علاء نبيل، مشرفنا ومنور البيت الكبير. اهلا وسهلا بيك. يلا ضحكت ليه لما قلت برنس؟ اصل بيحب يروح اللي عند البرنس ياكل عند البرنس، فانت فكرتيه بقى بالبرنس. كابتن علاء منورنا يا كابتن. لا المقدمه جميله يا شباب، ده قليل عليك. الله يخليك. وبعدين اول مره بكاجوال وبتاع، يعني لا ده في حركات بقى كبيره جدا. مش عايزنا كلام الحلقه كده خلاص. لا منورنا يا كابتن بجد. كابتن متعود طبعا يطلع يعني طول عمره على طول. طول عمرك شيك يا كابتن، يعني تغير. لا لا قلت اغير. منورنا يا كابتن طبعا. الله يخليك يا كابتن هاني. يعني انا سعيد جدا طبعا، وحشتني ايام من زمان يعني. زمان قوي يعني. ربنا يخليك كابتن. لا منورنا يا كابتن. الله يخليك. ومشرفنا في البيت الكبير في النادي الاهلي. هنتكلم بقى براحتنا كتير وحاجات كتير قوي ان شاء الله. نطلع بس تقرير عن الكابتن علاء نبيل ونرجع مع حضرتك. علاء نبيل، المدرب المقاتل واللاعب صاحب التاريخ الكبير. ولد في 27 من يناير عام 1962. اشتهر بين جماهير الكرة المصرية بلقب البرنس، وهو أحد أبناء قلعة المقاولون العرب في حقبة السبعينيات وأوائل الثمانينيات. وكان من ضمن جيل الثمانينات في المقاولون العرب بأسمائه الذهبية. نجح علاء نبيل في كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، وتوج مع ذئاب الجبل بلقب الدوري الممتاز وكأس الكؤوس الإفريقية في بداية الثمانينيات. تسببت الإصابة في حرمانه من التواجد في قائمة المنتخب الوطني في كأس العالم بإيطاليا عام 1990 بعد إعلانه الاعتزال قبل المونديال، إلا أنه انضم بعد ذلك لجهاز المنتخب الوطني كمدرب مساعد تحت قيادة الراحل محمود الجوهري. وكان علاء نبيل الذراع الأيمن للجوهري في منافسات بوركينا فاسو عام 1998 حتى توج الفريق بالبطولة. وساهم علاء نبيل في وصول منتخب الشباب الأردني للمونديال بكندا عام 2005، إضافة إلى الوصول لنهائيات آسيا مع المنتخب الأردني الأول لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية عام 2004 في الصين. كما قام نبيل ببناء منتخب قوي للأردن الشقيق، وذلك بتصعيد 6 لاعبين من منتخبه الأولمبي للأول منذ أن تولى المسؤولية الفنية للمنتخب الأولمبي عام 2009. سجل علاء نبيل خلال مسيرته لاعبا برفقة المقاولون العرب أكثر من 50 هدفا في كل البطولات، ويعتبر من هدافيه الأوائل عبر كل العصور، خاصة وأنه كون ثنائيا مع زميله علي شحاتة من بين هذا الجيل الفذ، والذي نجح في إيجاد مكان له في تشكيلة المنتخب المصري. ومع المنتخب الوطني يمتلك علاء نبيل تاريخا أيضا لا ينسى، فقد شارك في أكثر من 40 مباراة دولية، وحقق في مسيرته الدولية الكثير من النجاحات. كان أولها عندما استدعاه محمد عبد صالح الوحش مدربه الذي اكتشفه في المقاولون العرب إلى المنتخب في عام 1983، وصنع منه لاعبا أساسيا في قيادة الهجوم بجانب محمود الخطيب أسطورة الأهلي. علاء نبيل كان صاحب الرأسية الشهيرة في شباك منتخب الجزائر في 17 فبراير عام 1984، والذي سجل منها هدف فوز المنتخب الوطني في لقاء العودة بالقاهرة ليقود الفراعنة إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية
في لوس أنجلوس. كابتن علاء، يعني مشوار ما شاء الله طويل جدا، والحقيقة مسيرة حافلة، لكن بس عايز أبدأ باللقب بتاعك. يعني هو إيه حكاية البرنس دي، جت منين أصلا؟ مين اللي طلعه يعني على حضرتك؟ يعني ناس كتيرة، يعني وأنا في مجال الكورة لما بروح مكان واشتغل فيه يعني الحمد لله بأسلوبي أو بتصرفاتي الناس وبشياكتي مصممه برضه على هو بيقول انا اول مره اقعد يعني يا جماعه انا اول مره اجي كاجوال وبتاع، فعمري ما طلعت كده، عمري ما طلعت. بس انت في بيتك يا كابتن، يعني هو بيتك كبير. يا رب يخليك كابتن علاء. طبعا يعني زي ما بنقول يعني التقرير كمان ما وفقش حقك، يعني الناس مجتهده جدا، عملوا تقرير رائع، لكن في حاجات كتيره جدا يعني نحب نعرفها منك، والمشوار طويل. خلينا نبدا بالحاجات اللي الناس دايما بتحبها او احنا يعني بنقولها، البدايات كانت ازاي؟ كابتن علاء نبيل اصلا من منين، من منطقه ايه؟ يعني خلينا نتكلم في حته السوشيال الاجتماعيه شويه، وبعدين نخش طبعا على التاريخ الطويل الرياضي. يعني انا طبعا من سكان مصر الجديده، ويعني كنت زي اي شاب في مصر، كان مباراه الشوارع هي اللي كانت، الشارع ده كان طلعت اجيال. طبعا دلوقتي ما تعرفش تمشي، بتمشي بجنبك دلوقتي. ده حقيقي. ف بدايتي كانت في نادي الشمس، وكانت بدايه ظريفه جدا. كان والدي الله يرحمه كان قوات مسلحه، وكانوا عاملين عضويات مميزه للقوات المسلحه، فسالنا قلنا له يا ريت طبعا. ارحمنا من الشارع شويه. فالمهم رحت تمرين النادي، طلع قبل شام نسيم بيومين. ورحت بقى النادي بتاع شام نسيم، بقى دخلت نادي الشمس بقى. فطبعا كانت الملاعب متقسمه برضه ملاعب، فانا واقف بتفرج بقى. كم سنه كابتن سعيد؟ كنت 14 سنه. 14 سنه. فالمهم واحد تقريبا اتصاب، فواحد بيقول لي تلعب يا كابتن؟ انت كنت واقف بتتفرج. عارف الكابتن بتاع زمان ده؟ فقلت له العب. فالمهم نزلت جبت جون، والتاني والتالت. اتاني واحد بيتفرج عليا بره، كان مدربي ربنا يديله الصحه كابتن يحيى كلاشه، راح مناديني قال لي انت بتلعب في حته؟ قلت له لا. قال لي تلعب في نادي؟ قلت له هلعب في النادي. رجعت بقى البيت فرحان قوي. ومن هنا كانت البدايه. كان نادي ايه بقى؟ نادي الشمس. نادي الشمس. طب كابتن، يعني حضرتك لا لعبت للاهلي ولا لعبت للزمالك، وبرضو والد حضرتك هو السبب في انك تلعب في المقاولين او اختار لك المقاولين بعيدا عن اي من القطبين، وكان ليه وجهه نظر خاصه يعني. تمام. ان انت هتتوظف بعد ما تطلع من النادي او بعد ما تعتزل اللعب. لا، مش حته التوظيف، كانت حته ثانيه. امال ايه هي؟ المشوار كان مثلا اروح مصر لغايه النادي الاهلي، واروح مشوار لغايه نادي الزمالك. يا سلام. وساعتها كان نادي الزمالك والنادي الاهلي كان نجوم، كان راس حربه نادي الاهلي اللي كان عبد الخطيب ومصطفى عبده. طبعا هنيجي للاسماء الكبيره دي، بس هو ده كان السبب، البعد المشوار. لا، هو نقالي النادي اللي هو هيبقى قريب مني. وهلعب لان كان مهم انه عايزك تلعب. عايز يعني مش مهم تروح نادي كبير وتقعد. لا، مش يعني توظيف ولا بتاع. لا، هلعب. أوكي. يعني لو رحت النادي الاهلي هتعب لغايه لما العب، هيبقى في فلان وفلان. طب بامانه ما ندمتش انك ما لعبتش للاهلي؟ هو انا بعد ما بطلت وبعد ما دخلت بقى في مجال التدريب والاعلام وبتاع، لا، اللي بيلعبش الاهلي والزمالك بيدفع ثمن كتير. بتفرق. بتفرق طبعا. يمكن بتفرق كتير، بتفرق في كاريرك، حتى لو كنت مدرب، حتى لو كنت اعلامي، حتى وانت بتحسها يا كابتن. طبعا. يعني هو طبعا عشان مؤسستين، يعني النادي الاهلي والنادي الزمالك. انا كنت سعيد جدا بلعب، انا كنت سعيد جدا بلعب في النادي، بس بعد لكن كمان المقاولين بعد ما بطلت، لا، حاربت كتير او تعبت كتير لغايه لما عملت اسم لكن برضه اللي موجود اللي عملته ده. لو كنت بلعب في احدى قطبين كنت بقيت حاجه تانية، كنت وفرت على نفسك مشوار طويل ومجهود كبير. لكن برضه كابتن عايز اقول ان كمان النادي المقاولين يمكن الانديه الكبيره طبعا في الوقت دوت، وكان جيل انا بقول لك انا اتمتعت وانا بلعب في نادي المقاولين. اتمتعت فعلا. اتمتعت ورحت منتخب مصر وانا في نادي المقاولين. صحيح، هي دي بقى النقطه. انه مش من السهل على اي لاعب مش في الاهلي ولا الزمالك انه يوصل لمنتخب مصر. هي. وحضرتك حققت ده. ده اتعمل ازاي برضو؟ على هل عشان برضو مجهود؟ كنت موهوب بس ولا كان اقول لحضرتك حاجه. كنت يعني
كان جيل الجيل ده محظوظ بمدير فني الله يرحمه اسمه الكابتن عبد الصالح الوحشي. لو اقول لحضرتك التشكيل اللي موجود لمنتخب مصر فيه كام واحد من بره الاهلي والزمالك، كان علي شحاته، كان محمد عمر اتحاد، حمد صدقي إيه؟ كان المنيا بالظبط، عماد سليمان، اسماعيلي، شوقي غريب، المحله، علاء نبيل، مقاولين. شوف كام لعيب ده يعني النهارده. انت هاتي مدير فني مسك منتخب مصر لاعب هذا الكميه من بره الاهلي والزمالك في منتخب مصر اساسي. محمود حسن الاسماعيلي كمان، محمود حسن الاسماعيلي تمام. لا مجموعه طبعا مميزه جدا. وخلينا نتكلم بكل امانه كابتن برضو، خلينا يعني الانديه الشعبيه زمان والانديه الكبيره ديت، مع احترامي للناس الموجوده دلوقتي، لا كان في نجوم على مستوى عالي. يعني تتكلم اتحاد السكندريه فيه 3-4، الاسماعيلي فيه 5-6، نادي المنصوره فيه، المنيا فيه، فخلينا نتكلم بكل امانه دلوقتي اعتقد الامور ما بقتش زي زمان. وحضرتك برضو عشت الفترتين طبعًا وعارف، وانت طبعًا مدرب كمان كبير وعارف طبعًا. يعني شفت كمان دلوقتي الموضوع ما بقاش بالسهوله ديت، ان في كل نادي في 5-6 اسماء تقيله يعني. فخلينا نعدي الحته ديت ونقول كابتن علاء، المشوار الكوره، وخاصه انت بتقول وجمله انا بحبها جدا، استمتعت وانا بلعب في نادي المقاولين. استمتعك من خلال لعبت دوري وخدت دوري، من خلال بطولات لعبنا افريقيا وخدنا افريقيا وسافرنا، ويمكن الفرقه الوحيده اللي كانت في مصر بتلعب في افريقيا، كنا بنسافر عن طريق اوروبا، سافرنا اوروبا وكنا بنطلع من اوروبا على افريقيا ونرجع على اوروبا تاني. لا اتمتعنا. وكان ساعتها عثمان بيه الله يرحمه كان هو رئيس النادي. مين كان المدير الفني كابتن ساعتها؟ كان مايكل ايفرت. سكنا فتره، هي دي الفتره اللي خدنا فيها دوري وافريقيا فالفتره دي ده الفتره الذهبيه لنادي المقاولين العرب حقيقه. يعني دي هذه الفتره بنجومها بلعبتها باسمائها اللي ترج. كان الفتره دي زي ما حضرتك قلت كل الاسماء كانت في الانديه كبيره جدا، كان اسماء الفرقه جينا في وقت والله كان الفرقه اللي بتتعادل مع المقاولين العرب في ملعبها يقول لك احنا تعادلنا مع المقاولين العرب بيبقى مكسب بالنسبه لها يعني. ده حقيقه. فاحنا خدنا دوري من الاهلي والزمالك، وخدنا افريقيا، وخدنا كاس يعني. حضرتك برضو كنت من الهدافين الاوائل نقدر نقول عبر كل العصور، يعني اكتر من 50 هدف سمعنا التقرير. بحكم عدتهم بحكم مركزي. تمام. كان برضو عندنا الله يرحمه كان ناصر محمد علي، كان عندنا حمدي نوح، كان عندنا عبوده، كان عندنا نبيل ابراهيم، شيشيني. شيشيني في نص الملعب ما كانش هداف، بس كان بسم الله ما شاء الله تريحه اقول له بيوصلك بقى يعني بيوصلك انت يعني مش لازم يجيب جول بس بيوصلك. وبعدين كنا مميزين جدا 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 في اختيار المحترفين اللي ساعدوا نادي المقاولين العرب. ايوه. ساعه لما اتفتح باب الاحتراف نادي المقاولين العرب كان مميز، جاب 3 منهم 2 اعتقد ان هم من احسن لعيبه الهجوم في مصر، كان بيل انطوان طبعا حارس مرمى عظيم، وكان عبد الرزاق في نص الملعب، وكان اسماعيل ديفان، بس الاثنين دول كانوا عاليين قوي. ده على المستوى الافريقي انت بتتكلم، مش على مستوى المحترفين في مصر، ده كان على مستوى المنتخبات. يعني كنا مميزين في اختيار اللعيبه يعني. فكان يعني ساعتها بصراحه كان اقول لحضرتك حاجه، المهاجمين نادي المقاولين العرب علاء نبيل وعبوده وحمدي نوح وناصر محمد علي ونبيل ابراهيم، لعيب بقى اقول لحضرتك دلوقتي بيلعبوا واحد، لعيب بقى 3 وقعدي بقى الباقي بقى بره. مشكله غير الاسماء الثقيله اللي في الفرق الثانيه. طبعا يعني بقول لحضرتك في فرقتنا كان بس الحته القدامية دي كان فيها مين؟ نص الملعب كان الشيشيني، وكان محمد رضوان، وكان عبد الرزاق، وكان محمد عمر، يعني وحتى على مستوى الدفاع كان في لعيبه، كان جمال سالم ونبيل عمار وزمزم وعلي شحاته لا 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 فرقه لا جيل. ورغم عن كده خلي بالك جبت جون فيكو انت بقى. لما سندت عليا كده فاكر انا كنت لابس ساعتها 7 وكنت لسه صغير، كان عندي كان يعني ساعات النادي الاهلي كان عندي 18 سنه، وكنا اعتقد كمان الماتش كان في المقاولين. اتذكر ماتش انا كل اللي فاكره واللقطه اللي حتى بطلعها دايما ان كان في كورنر بيتلعب وانا كابتن علاء كان قدامي، فانا قلت له بقى خلاص انا سندت عليك كابتن علاء ما شاء الله طويل. حضرتك كمان كنت رقم 7. انا كنت رقم 7 بالظبط. فسندت عليه سندت عليه وحطيتها، كان جون حلو يعني بصراحه. فطبعا يعني فرقه تقيله، اسماء تقيله، ومنها رحت لمنتخب مصر. رحت منتخب مصر. ومن منتخب مصر لتدريب منتخب مصر.
لكن رحلة منتخب مصر ولوس أنجلوس زي ما شفنا في التقرير الهدف اللي حضرتك يعني ده جون الجزائر وفي برضو جون بتاع تونس تأهلنا بيه لأمم أفريقيا برضو كان هدف كسبنا 1-0 في القاهرة هنا كنت أنا اللي جايب الجون وتعادلنا 0-0 في تونس ده كان برضو هدف وصلنا إلى أمم أفريقيا اللي كانت في كوت ديفوار والهدف دي كانت اخر دوره اولمبيه اتلعبت بالفريق الاول اللي هي كانت بتاعت 94 لا ده كان لا لا مش 94 84 كان هو الفريق الاول ما كانش في المنتخب الاولمبي لا في المنتخب كان الاولمبيات بتلعب الفريق الاول دي كانت اخر دوره وكانت في لوس انجلوس هناك اتمتعنا برضو قعدنا شهر بس ما شاء الله اتمتعنا فيه بس وبعد كده بقت عملت تحت سن 23 سنة فده كان اخر بطوله اولمبيه ده كانت بطوله اوروبيه بس ايه بقى يعني هل من اللحظات المضيئه في حياه كابتن علاء نبيل لا يعني الهدف في الجزائر سنه 84 ولا لما كنت في الجهاز المعاون مع كابتن جهر الله يرحمه في 90 ولا تونس ايه اللي تفتكره ايه اللي عزيز قوي على قلبك يعني والله بص حضرتك كلها ذكريات حلوه 84 عشان علاء نبيل من نادي المقاولين العربي يجيب جون ويفرح الناس كلها حضرتك لو تتخيلي العواميد في استاد القاهره ما كانتش باينه من الناس قاعده عليها تمام عشان علاء نبيل يفرح الناس كلها بهدف والملعب فيه محمود الخطيب وفي ثار ابو زيد وفي مختار وفي وعلاء نبيل اصغر اللعيبه سنا في هذا هذه المباراه اجيب الجون كانت ليها فرحه كبيره جدا علاء نبيل لما يبقى في منتخب مصر ونروح بوركينا فاسو 98 ونجيب البطوله من بره ونيجي من اجمل البطولات انا بعتبر 98 و2008 من اجمل بطولات البطولات الافريقيه تمام ويمكن كابتن هاني كان معانا في 98 يتعمل عليها كتاب احنا كنا رايحين ده رايحين ده من قبل ما نروح ليه قلت يتعمل عليها كتاب ليه لان احنا من قبل ما نروح والسفر نفسه وبدايه المعسكر واثناء المعسكر واثناء المباريات وبعد المعسكر لا حاجات كتير كان في حكايات كتير هو الكابتن جوهر الله يرحمه وفي المؤتمر قال لفظ الناس فهمته غلط حتى الاستاذ حازم مسكوت قال يا جماعه الكابتن جوهر ما قالش كده بس ما حدش عايز يسمع كله مستني تمام هو بيقول لو انا كابتن جوهر كان ليه شويه مصطلحات ظريفه جدا قال لك انا لو دخلت مطار بوركينا فاسو هيقولوا لي انت مين راح طلع لهم الجواز هيقول لي انت ما دخلتش كاس عالم مش عارف ايه وما عملتش ايه فانت في المركز اقف في المركز 13 تمام ف قال لك احنا الكابتن جوهر بيقول احنا نطلع مركز 13 يا جماعه ما قلناش كده مشيت وبعدين هو بسم الله ما شاء الله كان ذكي فاحنا قاعدين على الفطار بدات قال لك خليها تمشي انا عايزك تمشي بقى هم بقى عايزين كده خليها تمشي يعني هو كابتن جواري ما كانش يقصدها بالمعنى اللي خدته الناس خالص وبعدين من الضغط بقى اللي حصل فانا كنا فصلنا كده جاكيتات عند عمو مصر الله يرحمه كده في مدينه نصر ترزي كده صغير كده عملنا جاكيتات عشان نسافر بيها طبعا اللي احنا بنشوفه دلوقتي عارف جاكيتات عرفت الكم لغايه هنا دي انا ايوه ده الكم لغايه هنا يبقى جت مقاسه لحد هنا يبقى جت مقاسه هي كده تبقى حلوه يا عم هتلبس كده ولا مش فعملت لك بدلتين عند عم ناصر عم مصري فكان الكابتن سمير ساي وكابتن جوهري كنت انا وكابتن فتحي مبروك وكابتن سمير عدلي وكابتن فكري صالح فبقول له يا كابتن احنا خلاص مسافرين بكره بنبره كده بقى يعني ايه فراح هو كان بيدخن جامد وراح طفي كده السيجاره راح بصص لورا قال لي يا علو انت صدقت انا رايح اجيب البطوله يا حبيبي انا عارف جهازه كويس وعارف لعيبته كويس انا رايح اجيب البطوله وراجع فاكر لما كنا في تايلاند بطوله تايلاند وكان معانا احد الصحفيين وعمل لكم استفتاء هنطلع كام وكلكم قلتوا هنوصل نهائي عمل اللعيبه استفتاء ودخل على الغرف واسالهم وعمل استفتاء وجه بالليل على العشاء ايه ده قال له في ايه قال له انا سالت اللعيبه كلها بيقول لك كله هيوصل نهائي كابتن دي قوته جدا الحته دي قوته جدا طبعا فروحنا جبنا البطوله بالرغم المتاعب الكبيره وهذه البطوله اشيد بكل اللاعبين وخاصه كابتن هاني رمزي المحترف اللي كان موجود
بص حضرتك لا قول هو عارف قول بقى ونستغل تواجده معانا وبعدين لا قول يا كابتن قول قول احنا في البيت الكبير عادي عادي الكابتن رمزي اللعيب الوحيد انت عارف بقى حضرتك وصلنا هناك ايه المكان ده ايه ده احنا بقى رايحين بقى على اساس بقى ايه الف بقى هنروح بقى ننزل في اوتيلات وننزل الجيم الصبح مش عارف الساعه كام والساونا الساعه كام والتدليك الساعه كام روحنا لقينا يعني لو رجعنا بالسلامه تبقى الحمد لله قوي يعني والله. تمام والله الحكايه كانت صعبه جدا وكله بقى واللعيبه وكابتن جوهر شد وكام دخلنا اول يوم نتغدى فعباره الغدا عباره عن ايه في غرفه كده داخل شاليه كده يمكن حاجه صعبه جدا يعني والترابيزات معموله على حرف يو والاكل نزل طبعا اللحمه شكلها صعب سودة اللحمه سودة صعبه والاكل فعلا مش بتاع رياضيين يعني هم في امكانياتهم طيبين جدا جدا هو الوحيد اللي ما اكلش هاني رمز لا بالعكس الوحيد اللي قاعد ما بيتكلمش وماسك سودة وكل ويروح دخل الكرسي مكانه وقايم هو كابتن هاني رمز كان محترف ساعتها في المانيا والله ده حصل لان خلي بالك ودايما بتكلم مع الناس في النقطه دي نقطه مهمه جدا ان اللعيبه بتيجي يعني ما كانش فيه ناس محترفه كتير فهم واخدين هاني جاي بقى هيتقرنن علينا فانا لازم ابقى مش هقول لك قدوه لكن انا لازم اديهم السكه لازم اديهم السكه اولا يعني ان لان لو انا رايح مع ناديه في حته والنادي رحنا حته مكان صعب لازم تتعايش انا متعود تتأقلم. اللي قدامي فاكر يا كابتن علاء اللي قدامي باكله يعني اي حد قدامي ده حقيقه فمش عارف مره من مين اللعيبه قال له كابتن انا عايز اسكن هو الراجل المحترف في المانيا باكل وانتوا مش عارف ايه وتوت كابتن كلمه شويه من صلاحات لذيذه كده فهاني عمل موقف ساعدنا كلنا فعلا اللي احنا اللعيبه دي بقى لا خلاص ده هاني زي ما هاني بيقول ايه ان هو محترف وهو اللي بياكل الاكل ده بيتعامل بقى بيتعامل مع الموقف هذا راجل محترف احترف اكل هنا فيه. انام هنا وبتاع الحاجات دي كلها فكان موقف جميل جدا البطوله دي كان فيها مواقف كتير جدا 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 لا تتخيليها زي ايه كابتن علاء تقول اقول لحضرتك حاجه مثلا مثال صغير مثلا في مباراه مثلا بوركينا فاسو معلش يا كابتن علاء قبل ما نخش في معانا خبر مهم جدا جدا وصل لنا دلوقتي انه اوقف الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا الغرامه الماليه الموقعه على لاعب النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا المقدره ب 2 مليون دولار. تقدم طبعا احنا عارفين محمود كهربا كان طعن على القرار الصادر من الاتحاد الدولي بتغريم اللاعب ماليا مؤكدا ان عقده مع الزمالك انتهى قبل رحيله الى الدوري البرتغالي. كهربا كان طعن على في المستند اللي قدمه اتحاد الكره وارسله للزمالك في شكواه وزي ما احنا الخبر قدامنا بيقول ان المستند دوت طلع يوم 25 اغسطس وبالتالي القرار لسه يمكن الخبر قدامنا دلوقتي ان القرار ان الغاء العقوبه الماليه على كهربا مقدارها 2 مليون دولار طبعا خبر في مصلحه اللاعب وخبر مهم جدا جدا حتى على مستوى المعنوي للاعب وخاصه ان كهربا خلاص على ابواب الاشتراك ان شاء الله في مباريات النادي الاهلي وان شاء الله نستفيد منه ويكون فعلا خبر سعيد على المستوى المعنوي ويترجم ان شاء الله في الملعب يكون على المستوى الفني ان شاء الله نقول له مبروك يا كهربا اتفضل يا كابتن اتفضل يا كابتن اتفضل يا كابتن فطالعين بقى الباص بتاع بعد ما فرحانين خلاص نوصل النهائي كابتن جوهري كان عنده ميزه جامده قوي عارف معدن اللعيب المصري وثقافه اللعيب المصري هو عارف قوي لما بنفرط في حاجات كتير بتجيب نتيجه عكسيه كاقامه في فرحه فطلع الباص لقى الفرقه رقص وهنا مبسوطين والراديو بقى شغال راح غمز لي رحت قافل الراديو راحوا قفلوا في وسط العربيه فاكر يعني ايه الماتش الزباله ده ايه الماتش ده انتوا كسبتوا كده انتوا مش عارف ايه بتاع اللعيبه روحت من التعنيف يا عيني هو بيحاول هو بيحاول ما تفرحوش بقى زياده قوي يعني فرحه كامله يعني على العشاء راح قعد معاهم واتعشينا وقالوا كلمتين حلوين وبلدكم مستنياكوا كلمتين و و و والرئاسه كلمتنا وبتبارك لكم ولازم الناس اللي جايه دي فرق كلمتين برضو ايه دخلوهم ولعبنا النهائي وكسبنا 2-0 ومن الماتشات سبحان الله يعني يمكن كابتن هاني برضو مدرب وكبير وعارف ساعات وانت قاعده ككوتش كده على الدكه انت عارفه اللي انت هتكسبيه
ومهما الماتش طال انت هتكسب. ثقه بيجي لك احساس كده مهما حصل لا النهارده هنكسب. بيبان جنوب افريقيا انا قاعد هنكسب هنكسب تمام تمام. وسبحان الله 10 دقايق وقدام الشمس كانت جامده جدا وراح الملعب كله كاس ظل هاني 1-0 احمد حسن بعديها مصطفى ولو كنا قعدنا تاني يوم ما كناش هنجيب جول ده حقيقي وجبنا البطوله ورجعنا سبحان الله ده حقيقي. يعني من الماتشات اللي فعلا بتحس ان انت بتحسميها في وقت لو الماتش طول شويه وانت 0-0 هتخش في مشكله. فجون في الثاني وعملنا ماتش حلو حتى على المستوى اللي عملنا ماتش كويس. وجنوب افريقيا كان فريق كبير فريق يعني كان فريق تقيل جدا. رجعنا بقى الاوتيل كان في طياره خاصه وريكي برضو من الحاجات اللي هي القائد اللي بيقود الكابتن سمير عدلي جالنا الصبح قال لنا في طياره خاصه عليها جماهير. كابتن جوهري قال له لو شفت واحد هنا هيعمل لك مشكله كبيره. كابتن سمير يوم المباراه طلع على المطار خد الناس ووداهم على استاد اللي هو كان بوبي دلاسو تقريبا اللي كنا بنلعب فيه ورحنا جم بعد المباراه. يعني هو كان بيحسب كل صغيره وكبيره في سيستم كل صغيره وكبيره مفيش حاجه اسمها حد يبقى موجود وفرحه ومش عارف لا خلصنا ورجعنا مش هقول اوتيل طبعا ما كانتش اوتيلات كانت عباره عن شاليهات كده دور واحد كده اوتيل نوم فكابتن جوهري بقى قاعد خرج بقى ايه هو دايما الله يرحمه كان البنطلون ده بيبقى تلاقيه مرفوع كده لغايه سمانه رجله كده فخارج واحده مرفوعه واحده نازله فقال لي بقى انا اعمل ايه بقى انا دلوقتي بقى الناس هيعملوا فيا ايه بعد ما قلت بلغي 13 قلت له بالعكس يا كابتن البس الطاقيه وقول انا بيه انا بيه انا بيه والله وقعد بقى يضحك وبتاع وبدانا بس كان ليه رؤيه برضو جامده جدا قال لي هتشوف ربنا يسر هتشوف بكره هيحصل ايه وهو كانت 48 ساعه 72 ساعه فرحه وسياده الرئيس قابلنا في المطار واوسامه وبدا بقى الاعلام الحقوا منتخب مصر بياخد قد ايه الحقوا منتخب مصر فين الضرايب الحقوا ده في منشطات اتاخدت في وبدا من هنا التركيز بقى على موضوع الفلوس وعلى موضوع المنشطات واحنا كنا بناخد فلوس فلوس ايه الفلوس اللي بياخدوها في ماتش واحد دلوقتي لا الموضوع مختلف تمام الموضوع مختلف خالص يعني كابتن علاء انت واحد من الناس اللي كابتن جوهري كان بيحبه جدا انت وكابتن فتحي مبروك لانه شرفنا وقعد يتكلم عن كابتن جوهري برضو كتير قوي كده زيك بس هو في لقائه معانا كان يعني كان بيتكلم عن مدى ثقة كابتن جوهري فيه رحمة الله عليه وكان ساعات يعني كابتن فتحي يقول له على حاجة وياخد بيها فعلا كابتن علاء نبيل برضو هل كان في الوقت ده طبعا يعني كان كابتن جوهري ممكن يقول حاجة فكابتن علاء يقول له حاجه تانية فياخد بالاقتراح بتاع كابتن علاء وانت حضرتك كنت من الجهاز معاه وكان بيحبك جدا يعني اقول لك حدوته صغيره كده قول كنا بنلعب لبنان منتخب الاردن بنلعب لبنان في لبنان نكسب في لبنان نتاهل لاسيا لاول مره في تاريخ الكره الاردنيه فبدا الضغط علينا هاني ده قبل الماتش لا بدا الضغط علينا في اخر ثلث ساعه في الماتش نفسه كنا كسبانين 1-0 طبعا اخر ثلث ساعه طبعا يعني بدا الضغط علينا قوي كابتن جوهري بدا يتشد فرحت قايل له كابتن نشيل دلوقتي فلان وننزل كان في لعيب سريع قوي اسمه انس زبون ننزل انس في الجنب اليمين وبنت على اي كره تحط في الجنب ده انس بسرعته هيروح يجيبها قال لي اعمل اللي تعمله قال لك كده اعمل اللي تعمله المهم عملنا التغيير مفيش 7 دقايق نص الملعب تك انس جاب الجون الثاني خلص المباراه سمو الامير علي كان من العمال للبنان ساعه وربع ساعه ونص بالعربيه يعني وصلنا الاوتيل وبتاعه يا دوبك لقينا الامير علي داخل علينا من الفرحه يعني فبيقول له كابتن جوهري الكابتن محمود كان بيقول له كابتن محمود التغيير اللي انت عملته ده تغيير يعني كبير قوي هو اللي غير مجرى المباراه وكان ممكن كان رد قال لي ايه بقى ايه قال له علاء هو اللي عمل التغيير ده
بوريكي المدير الفني الكبير اللي واثق في نفسه ما فيش حد صح. ممكن يقول له ممكن جدا صح. اي حد تاني يقول له اصل انا لقيت هاني جاي بزود 90 فرحت بنزل له مش عارف علاء بزود 100 واخد بالك فوريكي مدرب كبير بقدر الكابتن محمود الجوهري اللي هو يقول اسمه حتى بعد ما قلت له كابتن ليه اللي تقول احنا كلنا في جهاز واحد وانت كبرنا قال لي لا عشان يعرفوا انا جايب مين معايا لا حاجة محترمة جدا جدا ومش حاجة ده رد على السؤال حضرتك بتقولي اللي هو بيثق فيه علاء النبيل بس احنا انا بفتكر كابتن المكسيك يمكن كانت انا شايف ان احنا عملنا بطولة لحد ما لكن طبعا مباراة السعودية اللي كان فيها مشكلة حصل حوار او مشكلة بالنسبة لعلاقات داخل الجهاز في رحله المكسيك دي بالذات كان في احنا كنا لعيبه كنا حاسين ان في مشكله ما يعني في مشكله ان احنا يمكن رحنا بدري شويه انت فاكر ان احنا رحنا قبلها كانت فتره زهق قبلها بشهر تقريبا يا كابتن عشان نتاقلم على الجو وعلى فحسينا ان الفتره عشان رحنا بدري شويه بدات الامور يبقى اللعيبه تزهق والجهاز يزهق وده يعني هي من أسوأ فترات منتخب مصر مع كابتن محمود الجوهري سواء اللعيبه كانت حصلت مشاكل صغيره بالظبط والجهاز برضو حصل بقى فيه تاتشات ما بين احد افراد الجهاز واللعيبه فبدانا لا حتى الكابتن قال لي لا في حاجه مش مظبوطه هو بقى كان بتفائل وتشائم قوي كابتن جوهري والله كان من الناس دي كابتن جوهري اللي بتتفائل وتتشائم الاكل كمان من ايه يا الاكل بجد للدرجه دي يعني لدرجه هو كابتن جوهري عنده طقوس كده يعني فهو حابب لو احنا غدينا مثلا مكرونه والماتش ماشي كويس ف نخلي الغداء يعني يا ريت الغداء يبقى مكرونه بجد والله في حاجات كده انا بتشائم من احد المطربين بدون ذكر بتشائم منه حضرتك جدا ليه بقى عشان لما بيغني بص حضرتك اسمعه لو انا خرجت العربيه دايره ولقيته في الراديو ممكن العربيه تخبط وهي واقفه بجد والله لا فظيع معايا فبدون ذكر اسماء بقى هتقول لي بعد ما اخلص لا بلاش ذكر الاسماء والله لو قلته لك هيحصل لي حاجه وحشه بلاش يا ساتر اكتبه لي فاكر ماتش الجزائر اللي كان في اسوان قبل بوركينا فاسو اللي اتغلبنا فيه كان اعداد قبل بوركينا فاسو اللي كان لعبناه في اسوان لعبت انا الماتش ده ولا كنت كنت موجود لا مش فاتغلبنا فيه فايه احنا كنا قبليها بيوم عزمنا في النايل سيتي في ايوه الرحله النيليه ان احنا النيليه فواحد وقف ورانا بالكمانجة عمال يعوق يا عم ارحمنا وعمال يغني يا عم ابعد عننا او غني اي حاجه تانية ما فيش تاني يوم اتغلبته فقلت له يا كابتن ربنا يستر من النهار مش عارف فالمهم ايه اتغلبنا وراح عاملين اجتماع بتاع كمان عزف وهو غني له يا عم الله يهديك يعني ايه غني حاجه تانية او ابعد من هنا روح غني للعيبه ما فيش المهم بقى جمعنا وبتاع وبكشر مش عارف انتوا عارفين اتغلبتوا ليه ومش عارف ايه المهم كلنا اتشدينا قال لك عشان سمعنا فلان الفلاني لا والله راح ضحك والله بس كان بيهزر يعني لا هو يعني اكيد مش دي الاسباب الحقيقيه هو دعاله يعني هو قلبها يعني بس هو بعد كده لا خد باله ما ده ما اشتغلش خالص يعني لا بس الكابتن كنت يعني الكابتن جوهري كان بيحب شغله لدرجه الجنون وانا عارف ان ساعات بتبقى في انت بقى بتحسها كمدرب عام او مدرب مساعد امتى اكلم الكابتن جوهري وامتى لو في معلومه او في حاجه ما اقدرش اتكلمه دلوقتي خلينا نتكلم على العلاقه دي كانت ماشيه زي مساعدين الكابتن جوهري كانت العلاقه ماشيه بيه ازاي يعني العلاقة طبعا كابتن جوهري كان الناس تقول عليه دكتاتور لا كابتن جوهري كان بيستمع كويس قوي بدليل الموقف اللي حضرتك قلته لا كان بيستمع فعلا يعني كان دايما كابتن جوهري اللي بيتقال ان هو ما بيسمعش لحد يعني. ومثلا في مثال مباراة المغرب فاكر احنا عملناها هنا كويس قوي دي فاكر وغيرنا لك البوزيشن بتاعك يوم المباراة لعبت ساعتها كنت لعبت في وسط الملعب بتاع اللي هو طارق السعيد رأس الجون وحطها في شبكه من بره فاكر انت المباراه دي من احلى المباريات انت عملتها فغيرنا له البوزيشن بتاعه الفجر قال لي كذا 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 بس قبليها قال لي انت نمت له لا قال لي طب ايه رايك نعمل كذا كذا قلت له كده كويس قوي
اتاري هو حاطط واحد زياده. احتياطي. لا مش احتياطي، لا حاطط 12 واحد. حاطط 12 بقى في كل جنب، وانا قلت ايه ده كابتن ده؟ قال طب بس عايزين نشيل واحد من دول. هو الكابتن جوهري والكابتن علاء بيحكي له بص انا عملت خطه 100%. فالكابتن قال له ده كده 100%. قال له بس عندي مشكله. قال له ايه؟ قال له انا حاطط 12 واحد واحنا المفروض نلعب ب 11. هو دايما بيحب يقفل يعني. فلا كان زي ما كابتن بيقول حقيقه الشنطه دي في افخم مناطق فيك في العالم محطوطه، يا دوبك 10 دقايق ربع ساعه نستمتع بالمكان والشنطه تطلع والورق يتفرد ونعمل ونسوي ونكلم فلان ونعمل فلان وفلان ونكلمه عمل ايه. وكان يمكن هاني يعرف كويس قوي، كان الكابتن بتابعه في مبارياته في المانيا ازاي، يقول لي نص ساعه وهاني هيخلص الماتش، نص ساعه بعديها نكلمه نشوف ونبارك له، او مثلا لو المباراه خسرها يعمل كذا. لا لا بص واحد بيحب شغله. كابتن علاء ده بيحصل بحقيقة دلوقتي؟ لا 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 نغير الموضوع. لا خالص خالص خالص. ولو النتيجه هنا بتحكم، مفيش حاجه بقى هنا اسمها اتصال، مفيش. اولا مفيش الاوبشن ده خالص، مفيش المدرب اللي هو بيقضي حياته او وقته كله في عمله. لا 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 هو كابتن علاء يعني كابتن جوهري احنا عارفين كان يعني خلي بالك يفرق برضه سمو كابتن علي بيفرق الزمن. السوشيال ميديا دلوقتي مختلفه، الماتشات يمكن الماتشات بتاعت اوروبا دلوقتي بتتذاع على كل القنوات، فالمتابعه بقت اسهل شويه. انا على فكره لا مش بتكلم كابتن هاني في حته انه يكلمك او يراقب لعبتك. لا لا بتكلم على انا بتكلم على الاخلاص. بتكلم على دي، انا بتكلم اخلاص في العمل. ده قليل جدا تلاقي نموذج كابتن جوهري ده قليل جدا، لان كابتن جوهري ما عندناش حاجه تلاقيه بيتكلم في كوره. ما لو كابتن جوهري ما بيشتغلش في الكوره تلاقيه بيتكلم في كوره. مره عزمنا انا وحسام في القطاميه عند خالد، فقلنا بقى هنتغدى بقى ونقعد نتكلم. اتكلمنا في الكوره. ما هو دي حياته، هي حياته يعني، دي حياته كده يعني. فالنموذج ده صعب يتكرر. لكن على فكره كابتن جوهري الوحيد اللي جالي المانيا، كنت بلعب في كازازلاوتن، الوحيد اللي راح لي لغايه النادي وزارني هناك وقعد مع المسؤولين وفرجته على الاستاد. يعني زي بقول لك راجل كان عايش حياته للكوره. دي حقيقه. وكابتن جوهري كان مره اول، فاكر كابتن علاء بعد ماتش المغرب، والمره الوحيده بقى اللي لقيت كابتن جوهري راح واخدني ودخل بيا الحمام قال لي ايه ده بعد ماتش المغرب. طبعا لما زعقت في الاوضه، زعقت في الاوضه لان احنا ما كناش عايزين نلعب ساحل العاج. فكمل بقى انت الروايه دي عشان ساحل العاج دي ليها قصه. يعني احنا كسبنا اول ماتش زامبيا وبعدين موزمبيق وبعدين خلاص اتاهلنا من غير ما نلعب مباراه المغرب. بس كنا بنلعب على اساس احنا تعادل نطلع اول مجموعه. بالظبط. حته اول مجموعه دي برضو يعني ايه شو حلو. اول مجموعه اتغلبنا المغرب بجون الوحيده اللي جت علينا، وجون لو اتكرر 100 مره مش هيجي بالمره دي. فاكر فالمهم رجعنا العربيه سوده وشوش الجهاز وشوش اللعيبه طبعا. يعني ايه ده ايه ده في احنا برضو تاهلنا يعني. دخلنا كجهاز قعدنا مع بعض اللي عامل كده واللي عامل كده، وكابتن جوهري وشه مقلوب فظيع. خدنا بعضينا هناك صحراء، طب خدنا بعضينا قعدنا نتمشى في الصحراء كده. ايوه في الصحراء. صحراء صحيح والله. قعدنا اتمشينا في الصحراء وهنعمل ايه وهنرجع وهيقولوا ايه وهنعمل ايه، وبتفكري بقى في حاجات يعني مش كويسه. رجعنا الشاليه ده لقينا الكابتن جوهري قاعد في الصاله. انتوا كنتوا فين؟ يا كابتن في ايه؟ ايه بقى ايه؟ كنتوا ايه بقى كنتوا فين؟ انتوا ايه اتاخرتوا ليه كده ومش عارف ايه وبتاع؟ في ايه يا كابتن؟ احنا سايبينك يعني لو كل حد اتكلم عليك قال لك في حاجه كان ممكن مثلا. هو لقيت وشه مرتاح يعني بيزعل خالص وش مبتسم وبتاع. القصه كالاتي يعني فعلا اللي قال اللي وراء كل رجل عظيم امراه نموذج ل مدام سلمى. مدام ساميه جوهري اللي هي كانت زوجة الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه كلمته وقالت له انت زعلان ليه؟ انت فرقتك ما تستحملش تلاعب تونس الساعه 3 الظهر، لان كنا طلعنا الاول كنا لاعب تونس الساعه 3 الظهر، احنا طلعنا الثاني. فبتقول له انت هتلاعب كوت ديفوار ماتش قوي بس هتلعبه بالليل. بالليل بالظبط. ايوه وكانت كسبنا كوت ديفوار، كسبنا بوركينا فاسو،
لعبنا النهائي ده. فوريكي الزوجة اللي بتقف جنب جوزها. حضرتك بتقول لي ان كانت دايما يعني قبل المباراة خسرته كسبته وهي معاه ما بتفرقوش لحظة على التليفون. التليفون الوحيد اللي بترد عليه قبل المباراة بيوم بالليل. بعد كده التليفون ده بيتقفل. تقول له بالتوفيق. وما كانش فيه موبايلات بقى يعني. لا كان فيه موبايلات بس فيه ايه. كانت ما احنا رجعنا من بورين رفاسو كان فيه الموبايلات. كانت 98 كانت موجود. كانت 98 كانت موجود. اول حاجة 96 ما كانش فيه. 97 كانت موجود. 98 بدأت بقى الموبايلات. كان التليفون يتقفل خلاص كابتن جوهري بيفصل. بيفصل على العالم خالص. فالوحيد اللي هي هي بتكلمه قبل المباراة بيوم. وهو يكلمها بعد المباراة على طول بعد المكسب. كان بيتفائل بيها. يا قصه بقى دي عمل لي مشاكل في البيت بسبب الرومانسيه اللي والله مش معنى انت مش معنى انت بابا عندي تقول لي شوف احنا شوف بيفتح لها الباب ازاي وهو نازل شوف تقول انا مش كده يا حبيبي ربنا يرحمه ويديها الصحه يا رب يا رب ربنا يديها الصحه فاصل وبعد الفاصل البيت الكبير